للحديث حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف السيدة نوال عبد اللطيف، رئيس الشؤون القانونية والتفتيش بوزارة الإسكان. أهلا ومرحبا بك أستاذة نوال. يعني بصفتك رئيس الشؤون القانونية والتفتيش بوزارة الإسكان، كيف تتأكد الوزارة من أنها قد قدمت للمواطنين عند استلامهم الوحدات السكنية الاشتراطات اللازمة لمسألة التعمير أو التوسع بالوحدات السكنية التي تسلموها، وكيف تضمن الوزارة أنهم التزموا بهذه الاشتراطات؟ طبعا الوزارة تتخذ عدة خطوات لتنبيه المواطنين بضرورة عدم المخالفة، وذلك إيمان كامل من أن دور الوزارة لا يتوقف فقط عند الإنشاء وتسليم الخدمات الإسكانية للمنتفعين، بل بالعكس يستمر دور الوزارة لدور توعوي ووقائي، وذلك لضمان حفاظ على السكن حيث يكون ملائم لينتفع فيه المواطن على أحسن وجه، ولتحقيق الخدمة أهدافها من استمرارية السكن وعدم تحويل الخدمة لأغراض أخرى. الوزارة لاحظت عند رصد المخالفات بأن بعض المنتفعين يقومون بالبناء بدون رخصة من البلدية المختصة، أو أنهم يستصدرون رخصة ويقومون ببناء مخالف لتلك الرخصة، كما أنه ثبت وجود بناء على هيئة شقق أو مباني متعددة الطوابق، أو أنهم يقومون ببناء على سور الوحدة السكنية مما يعرض الوحدة للخطر الهدم، بالإضافة إلى بنائهم خارج حدود الوحدة السكنية، وهذا أيضا يعتبر مخالفة. بالإضافة لأن بعض المخالفات ثبت بأنها تتعارض مع الغرض المخصص للوحدة السكنية، حيث أنهم يقومون بفتح محلات تجارية غير مرخصة، أو يقومون بتغيير في واجهات الوحدات السكنية مما يؤثر على المظهر العام للمشروع. وممكن أعمال البناء أيضا ترتب ضرر على الخدمات في المشروع، مثل تضرر في شبكات تصريف مياه الأمطار بسبب رمي مخلفات البناء الناتجة من التصرفات الخاطئة للمنتفعين. فلهذا الوزارة دائما تقوم بتنبيه وتوعية المنتفعين قبل تسليمهم الخدمات الإسكانية، ومن أهم تلك التنبيهات أنها تقوم بمحاضرات قانونية وتثقيفية، سواء كان من جهة المختصين بوزارة الإسكان أو بحضور المختصين والمهندسين من وزارة الأشغال وشؤون البلديات. هل تكون واضحة هذه الإجراءات والاشتراطات في عند تسليم عقد الانتفاع؟ هل تكون واضحة للمنتفعين؟ في عقد الانتفاع وفي المحاضرات التثقيفية التي تتم قبل تسليمهم للعقود، بالإضافة إلى أنهم يوقعون على التعهدات بعلمهم التام واستيعابهم الكامل للمحاضرات التي تم إعدادها قبل توقيعهم لتلك العقود. نعم أستاذ نوال، كيف تعتمد وزارة الإسكان في التبليغ؟ هل يكون هناك شكاوى أم أنها تعتمد على ملاحظات المفتشين؟ إن كان هناك مفتشين من الوزارة أو من البلديات كما تفضلتي، هم من يرصد هذه المخالفات في التوسع بالوحدات السكنية؟ طبعا الوزارة تقوم بالكشف الدوري على المناطق الإسكانية لرصد المخالفات منذ البداية، ويتم استدعاء المنتفعين وبلاغهم بضرورة وقف البناء المخالف واستصدار رخصة بناء حال عدم إصدارها، أو أنهم يلتزمون بالرخصة في حال وجودها، ويتم بعدها منحهم مهلة لا تقل عن شهرين لتعديل أوضاعهم القانونية. طيب. وفي الوقت ذاته من جهة البلديات أيضا يتم استدعائهم وإنذارهم بضرورة تعديل الوضع. ماذا تتخذ الوزارة من إجراءات بحق المنتفعين بالخدمات السكنية إن خالفوا الوثائق التي تم التوقيع عليها عند استلام الخدمة السكنية؟ هل وزارة الإسكان هي المعنية بذلك أم البلدية المعنية؟ طبعا البلدية في البداية هي المعنية، تقوم بإنذار المخالفين، وفي حال استمرارهم بالبناء أو عدم التزامهم باستصدار رخصة بناء يتم إحالتهم للنيابة العامة. وحال صدور الحكم الجنائي واللي يتضمن مقدار الغرامة المفروضة على المنتفع وإلزامهم بإزالة البناء المخالف، هنا يحق لوزارة الإسكان أن استنادا إلى الحكم الجنائي برفع دعوى إدارية بشرط استمرار المنتفع بالامتناع عن إزالة المخالفة. سيدة نوال عبد اللطيف، رئيس الشؤون القانونية والتفتيش بوزارة الإسكان، شكرا جزيلا لك.